مختلفات، لكن آثرنا الحضور على الغياب. ففي الحراك الذي يشهده لبنان منذ أكثر من شهر لم يخفض صوتهن ولم تهزهن محاولة الترهيب والتهويل، كما لم يخشين من تهم وزعها مسؤولو وموالو حزب الله للمشاركين في التظاهرات ولا حتى تخوينهن. أصواتهن من كل مناطق لبنان حتى تلك المحسوبة على حزب الله وصلت وأزعجت. فها هو رجل الدين الموالي لحزب الله سامي خضرة يعتبر وجودهن صورة سيئة، بل ويعتذر عنها للعالم العربي. أعتذر من كل العرب والمسلمين الصورة السيئة الموبوءة التي نقلت عن المرأة اللبنانية من خلال ما يسمى بالتظاهرات والتجمعات، الصورة السيئة عن كل المجتمع اللبناني وخاصة المرأة. ليس هذا فحسب، بل قال في تصريحاته إن وجود رغبة لدى الأجانب للزواج من لبنانيات لأن بلدهن مشهور بالمقاومة وحزب الله. تصريحات رجل الدين الشيعي رد عليها لبنانيون على اختلافهم، انتقدوها وجددوا تأكيدهم على مطالب الحراك رغم أفكار خضرة التي وصفوها بالرجعية بل والموبوعة. خطابهم متناقضهم، لا يعرفون كيف يواجهون هذه الثورة ولا كيف يتعاملون مع المرأة اللبنانية، والمرأة اللبنانية ليست سلعة وليست معروضة للبيع ولا للزواج، وقد برهنت أنها هي من حمت الثورة، هي من تقوم الآن بمبادرات. تصريحات بدل أن تخمد الأصوات أشعلتها، فنساء كثيرات في وسط بيروت يعتبرن أن الإرادة الحق تبني ولا تهدم. إذن رح نحاول أنه نعمل حوار نسائي مع شابات بيروت أو شابات لبنان من ساحة الشهداء في بيروت، وهم هن الناشطات في الحراك، يارا الدبس، ميادة عبد الله، وزينة زيادة. في إحدى يعني الزميلات والضيوف الكريم الضيفات الكريمات عم تتحضر الآن، عم تسمعوني؟ بتمنى أنه عم تسمعوني الصبايا اللي موجودين معنا حتى الآن. ايه سامعيني. عظيم. انا بعتقد انا بعرف يارا، انت يارا اللي بالنص. اوكي. ميادة وزينة ما بعرف كل واحدة مين. هلا بتقولوا لي مين. بدي ابتدي معك يارا، انت مين؟ انا ميادة. اوكي، ميادة وزينة. اوكي، يا اهلا وسهلا صبايا. خلينا ابتدي مع يارا، معك مايكروفون مباشرة. يارا، نحن اخذنا نموذج، انا ما بدي كتير اعطي اهمية للموضوع لانه هيدا بيعبر عن رأيه مش رأي اللبنانيين، لكن اخذ شوية تفاعلات اللي قاله الشيخ سامي خضرة عن الاعتذار عن صورة الست اللبنانية للعرب والمسلمين. بدي اسمع تعليقكم ثلاثة على هذا الكلام. ببتدي معك يارا. هو المستفز انه الشيخ سامي خضرة اعتذر عن صورة المرأة اللبنانية، معتبر انه هو يمكن بيمثلها. انا بس بدي اشير لانه المرأة اللبنانية هي بتمثل حالة اولا، وما حدا بيحكي عنها ولا بيمثلها، لا رجال دين ولا غيرهم. ثاني نقطة هي إنه هيدي الصورة يلي اعتذر عنها نحن كتير فخورات فيها. المرأة اللبنانية كانت عم تتصدر المشهد بهيدي الثورة وقامت بدورها الكامل وما كانت بتنقص عن الرجل بأي شيء. ثالثا كان يستحسن إنه الشيخ سامي خضرة يعتذر من مئات النساء المحرومات من منح الجنسية لأطفالهم لأنهم متزوجات رجل أجنبي، كان أحسن إنه يعتذر عن مئات النساء المحرومين من الحضانة بالمحاكم الجعفرية يلي بيمثلها الشيخ سامي خضرة، كان أحسن إنه يعتذر من النساء المعنفات يلي محرومين أيضا من قانون بيحميهم من التحرش الجنسي. إذا مش عم ينقتلوا، إذا مش عم ينقتلوا أو كل القوانين التمييزية. عم قول ايه، وانا بدي وجه تحيه كمان لكل النساء الخايفين. ايه معي، كملي كملي يارا كملي. الخايفين ينزلوا على هذا الحراك، نحن صوتهم. والمرأة اللبنانية هي بتمثل حالة، مش هو بيمثلها ولا هو بيعتذر عنها. نحن كتير فخورين بالصورة اللي وصلناها. طيب ميادة، كمان بدي أسمع منك الكلام عن دور الست، دور المرأة حقيقة، يعني عم نشوفه بالتنظيم، يعني قيادة التظاهرة، بالأفكار، بالندوات الحوارية.
الصحية، بالمواضيع البيئية، بكل شيء عم نشوف هذا الدور. كمان بدي أسمع أنت كناشطة من وين انطلقت هالجرأة، وكيف المرأة يعني هالقد فرضت نفسها بساحات تظاهر بلبنان؟ هذا هو الدور الطبيعي للمرأة اللبنانية، المرأة الشجاعة، المرأة المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي وضد كل الاحتلالات اللي مرقت على البلد من أيام الانتداب لل 2005 لهلأ. هي المرأة اللي دايماً بالصفوف الأمامية، الشجاعة اللي بتدافع عن الشباب. دايماً إذا بتلاحظ النساء بالمظاهرات هي في الصفوف الأمامية بوجه القوى الأمنية. هيدي المرأة هي البيئية الناشطة السائرة المثقفة. هيدي الصورة للمرأة الحقيقية بالمرأة اللبنانية. للأسف في بعض القنوات اللبنانية والعربية كانت عم تعطي الصورة الخاطئة النمطية عن المرأة اللبنانية، وهيدي الثورة هي اللي برهنت حقيقة المرأة اللبنانية وعدم تسليعها، لأنه هذه المرأة هي صورة النموذجية للمرأة السائرة بالوطن العربي وبسائر العالم. طيب بدي انتقل لعند زينة، بس بدنا نقول للمشاهدين انه يعني نحن انتم موجودين بقلب ساحة الشهداء، فبالتالي اكيد في ناس عم بتمر ويعني في هيك عجقة الساحة كما بنقولها. زينة، انتم من اجيال شابة، الجيل مساء النور زينة، انتم من اجيال جديدة، ولكن كمان كل الأجيال النسوية موجودة في هذه التظاهرات، من المراهقات للأكبر شوي. عندي مشكلة اسمعك شوي. ما عم تسمعيني؟ أوكي، واحد اثنين، عم تسمعيني؟ عم تسمعيني يا زينة؟ عم بسمعك، عم بسمعك أحسن. أوكي، عظيم عظيم. حرية التعبير كتير حلوة، الكل عم بيعبر على طريقته، هيدا أحلى شيء ممكن. طيب أنا كنت عم أقول إنه أنتوا من أجيال، أنتوا جيل شاب أكيد، بس عم نشوف كل الأجيال من السيدات. هيدا بخلينا نرجع يعني لتربيتنا كلنا نحن. نعم. كيف بأي بيوت ربينا لحتى دور المرأة هالقد فرض حاله؟ نعم طبعا، يعني هيدا الدور أنا مكملته عن ستي، جدتي يعني، وعن أمي، ومكافين فيه. النساء هن قادة الثورة اليوم مثل ما شايفة حوالي، ومكملين أكيد. أي طب كيف يعني؟ خبريني أكتر. أنت عم تقول مكملتي عن ستك، عن جدتك وأمك، شو يعني؟ شو ربوك؟ طبعا أول شيء أن يكون حرة وسيدة ومستقلة. عظيم. طيب برجع لعندك يارا، وهيدا اللي أنا عم كمله اليوم. أكيد أكيد. برجع لعند يارا لحتى كمان بدي يعني أسأل عن استمرارية هالحراك، وبدي أوقف عند شغلي كمان عن صورة المرأة النمطية بهذه التظاهرات، بهذا الحراك، بنفس القوة، بنفس الحدة. عم نشوف مثل ما ذكرنا أجيال مختلفة وانتماءات حزبية ودينية والتزامات دينية مختلفة، يعني المحجبة جنب اللي مش محجبة. لا يعني هيدا الشيء كمان يمكن للمرة الأولى بيصير بهالشكل، شو تعليقكم عليه؟ أنا تعليقي إنه المرأة اللبنانية موجودة من زمان بكل الحركات الشعبية وبالثورات، وقبل الحرب الأهلية وقت انطلقت الحركات العمالية بالجنوب وببيروت كانت المرأة كتير حاضرة بالمشهد. يعني نحن مش كائنات فضائية فجأة نزلنا وبينا بهيدي الثورة، نحن موجودين من زمان. بس التحدي بيصير وتسليط الضوء على المرأة بيصير لسبب إنه هي بتكون عم بتواجه تحدي السلطة السياسية، يعني هي عندها أكثر من تحدي بهذا المجتمع، بمحل عم تواجه هيدي السلطة وبمحل بتكون عم بتواجه المنظومة الأخلاقية يلي هي ممكن أنها تتحارب فيها. لهيك بيصير أيام إنه التظاهر تحدي لهيدا السبب. وشفنا كيف الشيخ سامي خضر اعتذر عن صورتها للمرأة، اعتبرها مهينة، كيف دايما في صور نمطية بتنعطى وكأنه نحن من غير كوكب يعني. بس نحن مش شجرة ولا يعني مثل ما ولا هن بيقرروا نحن شو بدنا نكون، يعني لا شجرة ولا غيرها. نحن عالم، إنسان أولاً، نساء، حقنا إنه نثور، عنا مطالب لأنه منعاني من قوانين تمييزية ومنعاني من
فكرة تحدي المنظومة الأخلاقية يلي ممكن يحاربوك فيها بهذا المجتمع، لهيك بدها جرأة شوي زيادة، بس كنا قدها ودايماً عم نكون قدها. أي أكيد. لعند ميادة كمان مرة لحتى أسألك، ميادة حكينا عن فكرة الاختلافات والفروقات وإلى آخره، بس كمان بدي أعرف يعني حتى يفهم المشاهد العربي هذا المجتمع الذي تأتي من هذه النساء، عندما تذهبوا يعني لما بترجعوا على بيوتكم، كيف هل مثلا بتحسوا أنه عم تسمعوا انتقادات من محيطكم، محيطكم القريب أو الأبعد شوي، يعني إن كان البيت أو الأقارب أو الحي، ولا الكل منخرط مع بعض؟ بالعكس، المحيط والأقارب والأهل وكل الناس هي داعمة ومشجعة على هيدا الشيء، وكلهم إيد واحدة ضد النظام الذكوري السلطوي. ثانياً أنه الشيخ سامي خضرة ألبس هيدا الحراك أو النساء المشاركات بالحراك عباءة دينية من طائفة واحدة، بينما نحن بهيدي الثورة تخطينا الطوائف والمذهبية، ولسنا فقط بنساء من طائفة مسلمة. فما بعرف ليه كان الاعتذار فقط للطائفة المسلمة، العرب والمسلمين يعني على بينما المشاركات هن من شتى الطوائف والألوان وعابرين للمناطق. طيب أوكي، بدي أرجع كمان لعند زينة، عم تتنقلوا الميكروفون، بس زينة معها ميكروفون، بعرف عم تسمعوني بصعوبة لأنه في كتير ضجة بالساحة، بس عم تنقلوا لنا كل الجو معكم. مزبوط. ارتحتوا زينة؟ عم ترتاحوا ولا في أحلى من هيك جو؟ لا ما في أبداً، كلنا حاسدينكم. بس عم ترتاحوا ولا بشكل مستمر؟ نحن عم ندخل على اليوم 40. إن شاء الله ما نكون عم نحد على اليوم 40، إن شاء الله نكون بالفعل تكون فرحة نهار 40. ما في تعب، مكملين، مستمرات، طائرات، وإن شاء الله لا تعب بيروح، تعب بيروح. وقت تشوفي إنه في بالفعل نتائج عم تنلمس على الأرض، تعب بيروح. طيب زينة، يعني بدي أعرف مثلا أنت موظفة أو بالجامعة أو شو بتعملي؟ وانت الان شو عم بيصير معك بحياتك العاديه؟ انا بمجال الاعلام، انا ممثله اصلا. اوكي، عفوا، بعتذر. انا ما عملني عارفه. ولا همك ابدا. بس حاليا عم ثور بالفعل، لانه بالنسبه لي هي هيدي الاولويه اليوم. ومنك خايفه انه ممكن ياثر على اوكي منك خايفه انه ياثر على مستقبلك هالفتره هيدي؟ عفواً، ما سمعت. منك خايفة إنه يتأثر شغلك أو يعني تتأثر حياتك بهالفترة؟ ما بعرف كم ممكن الطول أكثر. أكيد بتتأثر حياتنا، بس بالنهاية نحن عم نرسم لحياة جديدة. نعم. وهيدا الأهم. يعني فيها تتأثر لمرحلة، فيها تتأثر لفترة، لأيام، يمكن لأشهر. بس عم نأسس لشيء أمتن وأقوى، وهيدا الأهم. طيب نفس الشيء بدي روح لعند يارا لأسألك بنفس الإطار، يعني نحن 40 يوم وصحيح الحراك عم بحقق، بس مش قد المطلوب، يعني مش قد المطالب الرئيسية بعد منه. ممكن توصل لحظة إنهاك، ولا في نفس عم بيغذي بعضه كل الوقت يارا؟ صراحة أنا مني وعلي نسيت شو بيعملوا قبل الثورة، نسيت كيف كانت حياتنا ماشية قبل. ومبسوطة وما في تعب، بالعكس دايما الشعب اللبناني عم بيفاجئنا بنسبة الوعي وبالإبداع اللي عم بيطلع فيه بالساحات، بكل الأشكال اللي عم بيطالب فيها. أنا بعتقد ما بوافقك الرأي إنه ما كتير عم نحقق المطلوب. لا، أنا صارت كتير لحد هلا. مزبوط، بس عم بحكي أنا على البنود الرئيسية، يعني على المطالب الأساسية، بس هيدا قصدي.
نحن موجودين بالشارع وبعدنا عم نطالب وما رح نزهق. وأنا برأيي هي عمل تراكمي، يعني الثورة اللي صارت اليوم هي بسبب كل شيء صار قبلها، وحتى لو الأهداف بعد في طموحات كتير كبيرة، يعني حتى لو ما وصلنا له نحن هلأ عم نراكم لبعدين وبعد 17 تشرين مش مثل قبل 17 تشرين. كيف سريعا يعني بنص دقيقة إلي لشو يعني ما قبل 17 تشرين مش مثل ما بعد 17 تشرين؟ اللي ما دي يعني العالم عم بتحاسب على كل شيء، كل الأوجاع الشخصية عم تكون موجودة بالشارع. لما نشوف إنه الشعب اللبناني رحل مستشفى تيحضر مريض من المستشفى لأنه ما عم يقبلوا يطلعوه كرمال مبلغ مالي، يعني بعد مش مثل قبل لما ينعمل حساب للكلمة، يعني بيكون في كتير قصص تغيرت. نحن العالم الشعب اللبناني كسر البوابة على مرج بسرة على السد، فات وعمل بيكنيك جوا، والساحات رجعت للعالم. نحن سردينا الأملاك العامة، هيدا البلد مش مقبول بقى يكون بس للغني، ومش مقبول يكون ملكية خاصة. طيب نفس هذا البلد لكل العالم، والفقير له محل وكلنا لنا محل. أكيد نفس الفكرة بختم فيها هالحوار معكم مع ميادة، ما قبل 17 تشرين وما بعد 17 تشرين، شو اللي ما ممكن بقى يروح، شو الحواجز اللي تكسرت نهائيا برأيك؟ برأيي في كتير حواجز تكسرت، منها الحواجز المناطقية والطبقية والطائفية، والشعب احتل الفضاء العام. يعني نحن أهم نصر حققناه هو استرداد الفضاء العام للشعب اللبناني، مثل اللي ذكرته الزميلة يارا، من الأملاك البحرية للأملاك البيئية للشاطئ للمساحات العامة اللي كان الشعب محروم منها. نحن جيل الخيبات، نحن جيل الحرب اللي عشنا خيبات متتالية بظل سلطة سياسية فاسدة ركمت بالفساد والنهب العام للأموال. هلأ نحن عم نحقق ما كنا عم نحلم فيه ونشتغل عليه من 30 و40 سنة، وما بعتقد أنه بعد رح نرجع لورا. قبل ما تخلقوا يعني يكفي الفرح اللي خلق بهيدي الساحات. أكيد أكيد، بعد ما كنا نحن عايشين بيأس وظلم وسوادية بمشهد سياسي مظلم، هلأ الفرح اللي عايشين فيه، ويمكن البعض عم ينتقد على جو الموسيقى والأغاني والحركات الفرحة اللي عم نعيشها، ولكن هيدا هو مجد لبنان وهيدا تاريخ لبنان الحقيقي اللي حيكتب إن شاء الله. كأنه عندك تعليق زينب، اخته سريعا قبل أن أشكركم. صحيح، أنا بدي أقول بس أنه أهم شيء انكسر هو الخوف من الذات والخوف من الآخر، وهيدا الخوف بيقدر يعمل معجزات. أكيد، فبس انكسر بالفعل في تحرر ما بين بالساحات، بين بالمناطق، بين وقتها تطلعي بالغريب وتسلمي لي عليه بضحكة أو ببسمة، هيدا أهم شيء انكسر. طيب، الخوف. أوكي، في شيء بعد؟ أنا خلص وقتي وخلص يعني الحوار، بس في شيء بعد أي حدا منكم بده ينهي فيه؟ زينة، يارا، ميادة، يعني اللي عندها بعد أي كلمة أخيرة تنهيها مع العالم اللبناني روعة. أنا بس بدي أتشكرك، واللي بدي أنهي فيه أنه لا شيء سيسكت المرأة بهيدي الثورة، بالعكس هيدي المرأة عززت صوت المرأة اللي كان له سنوات عم بيناضل بسبيل حقوقها وحريتها. أكيد، على جميع الأصعدة. يلا يا يارا، كمان يارا عندها شيء بدها تقوله، تفضلي يارا. أنا بس بدي أقول شيء إنه هيدي السلطة ما قدمت شيء للشعب اللبناني آخر 10 سنين وأكثر من 10 سنين إلا الموت المجاني، كرمال هيك نحن ما عندنا شيء نخسره، رجال ونساء وصغار وكبار ومكفيين. يعطيكم ألف عافية، وما بعرف شو بدي أقولكم، قلبنا كبير فيكم. زينة يلا سريعا. شكرا لكم جميعا. ميرسي. بس بدي أقول إنه جمال المرأة اللبنانية بتنوعها وبحريتها.
تسلمي لي. وهيدا احلى شيء فيها. تسلمي لي زينة زيادي. تسلم سلام. وشكرا لك. شكرا زينة زيادي. شكرا يارا الدبس وشكرا ميادة عبد الله. يعطيكم الف عافيه وان شاء الله بنكون لنا لقاءات تانية معكم اكيد. يعطيكم الف عافيه.